اللي هيخش النهاردة أوضة بدرية هيبقى ضحية المقلب اللي عاملاه للكرو كله. تعالوا نشوف المقلب اتعمل في مين. لا اثنين تلاتة كمان. لا لا اربعة. خدي ايه ده؟ لا امسي والله العظيم. لا 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 ان الست هنا لما بتبقى مديرة بتبقى عشرة في السنة. وكمان هدي ما سلمتش منها. على مو مش وحشة وشفتي ورمت شوية. أنا لازم ما أديش. إحنا محتاجين ننفخ الشفة. أوكي بوكسين في الشفة دلوقتي. كده في حاجات ما بنقدرش بنبقى محروقين عايزين نقولها بعدين ما بنلحقش نقولها. المهم يا مساء الفل يا مساء السعادة يا مساء الهنا يا مساء الضحكة الحلوة يا مساء البونسوار عليكم مشاهدينا وأهلا بكل ستات العالم ويا رب يا رب من نجاح لتألق لتقدم لتطور لكل الستات المنافسينات اللي بيتفرجوا علينا في مصر وبره مصر وفي كل الدنيا. هرحب بجمهورنا العزيز في الاستوديو طبعا وهرحب بزميلاتي العزيزات بدرية المفترية انتصار مفيش هزار والمتدربة الجديدة معانا في نفسنا وهي الأستاذة أميرة. وأنا طبعا مش موافق. وانا احب ارحب بنفسي هيدي المعروفه والمشهوره بهدى ولا انا بحب ارحب بنفسي. المهم بقى عشان نخش في الموضوع عشان طولنا قوي بدات افرهد من قبل ما نبدا الحلقه. موضوعنا النهارده عن هل الستات اشطر من الرجاله في الاداره ولا لا؟ ده سؤال طبعا كل الرجاله مش عايزين يسمعوا اجابته ولا تحليله ولا منطقه لان هم مقتنعين تمام الاقتناع ان الراجل في الاداره اشطر كتير من الست ومعدي الفلنكات في الموضوع ده وان الست مش ادارجيه قويه لاسباب كتير. النهارده عزيزي الرجل هنقول لك ان الست ادارجيه من الدرجه الاولى ولو ما بقتش كده ففي اسباب مقنعه تخليها مش كده. الست ممكن تبقى اداريه واداريه جامده جدا. ليه بقى؟ لو هي في مكان في هذه العناصر المختلفة ازاي تحتويهم؟ ازاي تقدر تسيطر عليهم الا بكلمة حلوة بلقمة حلوة؟ يلا يا بنات جايبالكم وحشين، يلا يا بنات عامله لكل واحده برطمان مخلل. مين اللي بيعمل كده؟ مين بالله عليكم؟ مين الادرجيه؟ الادرجيه اللي هي مين؟ بدرية المفترية. وارد جدا ان الست تكون اداريه واداريه ناجحه بس مش اي بقى يعني حد، هي بداره بس، بداره بين قوسين ست لا تقاوم. معانا الاخر السيزون دي بدريه واحده بس. في اعتراض للاخت لمونة؟ لمونة القرفانه. قرفانه والله قرفانه فعلا. اطعم الفم تستحي العين. الجو ده بلدي قوي ملوش دعوه بالاداره خالص، جو قديم يظبط بقه تظبطي يا عيني وما تبقاش فتح فيك. ما مفطره امبارح هيقول لها ايه النهارده؟ ولما تبقى مزنوقه في جمعيه بنعملها لك. ايوه طب مش ده كويس؟ تبقى ضيع الاول وماله؟ طب يعني حتى الفلوس مكيشها لك في ايدك هتقاوميها ازاي او تبقى تفتحي فيها ازاي؟ قديم قوي الجو. لا بس بيكسر العين. لا بس قديم يعني قديم. طول ما انا حاشيه بقك كده هو كدا. مش جوزك هتاكليه يبقى كويس؟ لا هو مش بتاكل الاستاف كله اللي حواليه. يعني الجو ده ما بيقدمش ابدا لان اي مكان فيه ست فيها حته الامومه بتعرف تحتوي اللي معاها. احنا مش عايزين ام، احنا عايزين مديره دلوقتي. ما هي بتسيطر بقى بكل مهامها وبكل طاقتها. ام
فطول ما هي ام مين يبجح في امه؟ عيب ده حتى يعني يروح النار. الست برضو بتبقى درجيه شاطره غير ان عندها شعور الامومه اللي من ضمنها ادوات المطبخ والاكل، ودايما عايز تطعم الناس وتعمل حفلات تعمل اكل. وبرضو الست بالها طويل، واساسا احنا جداره نجمه كبيره في البال الطويل والنم. فطبعا بما انها الادرجيه المديره بتاعتهم هتلاقيها بتقول لها بقى ايه، مالك يا اختي وشك مخطوف ليه النهارده؟ جوزك ضربك ولا ايه؟ لا بس مش عارفه كده قايمه الصبح نفسي غم عليا وبرجع. يبقى انت حامل بجد؟ بس بعد عيلين مش عايزه واحد تالت؟ دي المديره بقى بتكلم الموظفه دي مصيبه. لو المديره مصيبه ليه؟ جايه وشها مخطوف افرض اغمى عليها وهي مش عارفه انها حامل. عارفه نسيب الشغل بقى؟ في شربت قهوه ووقعت مني. نقعد بقى نلت ونعجن في المقابله. حاسه تكون حامل دي واحده دي وليه؟ يعني على ابو الشغل يستنى دي حامل ومش عارفه. فعلا احنا كففتونا قدام الرجاله. لا بس خلي بالك الاداره انا احتويتها وهي في لحظه حمل. لحظه حمل بتخرج من عندي بتروح تحلل تعرف ان هي حامل ترجع تولد على حجرك. لا بتشكرني ان انا نبهتها وبتقول لامها وامها بتدعي لي. وبعدين انا بديها اجازه وحم. دي مديره في انهي مؤسسه؟ انا عايزه اعرف يعني. يعني انت يرضيكي تكون يعني كل شويه بترجع؟ مديره فين؟ وانا جايبه تشتغل؟ ايوه دي مديره فين؟ في برنامج نفسنا. يعني دي مديره فين بالظبط؟ دي رحمه في نفسنا. في اسمه ايه بتاع الخياطه اللي بيخيطوا؟ لا انا مش عايزه كلام اكليشيلات. يعني ما لا بجد اسمه مشغل؟ لا مش عايزه اكليشيلات. مشغل؟ مشغلين في مشغل؟ حبيبتي ولا فين بالظبط؟ ولا في ولا في مؤسسه او مصنع او قناه او اداره او وزاره؟ طب اتكلم خلص. يعني مش معقول. ما هو دي مش مديره. دي يعني دي مطبطبطيه كده حبيبتي. مش معقول كده يعني. احنا جايبين ايه ده؟ مش الحضن الام العريض، واحده بتاكل والثانيه بتحضن وتبوس. في ايه يا ماما؟ هتكلم؟ ايوه تقعدوا اعملوا شويتين بتوعكم بس ما حد يجي يتكلم. انتوا تتكلموا براحتكم زي ما انتوا عايزين. اي حد يجي يتكلم كمان على جنب. ما هو بالظبط كده. بحترم انتصار وبدريه وهدي، هما الثلاثه، وفعلا الثلاثه ما عنديش اي مشكله معاهم خالص. انتصار انا بحبها جدا بالمناسبه بقى، يمكن اكتر حد بياخد ويدي معايا في الحلقه كده. مفيش مشكله يعني واضحه لحد دلوقتي بيني وبين اميره، بس هي ساعات بتشرخ كده بالفكره، بتروح بيها في حته تانية، فانا برجعها من الشرخان للمجرى الحقيقيه للحوار يعني. طبعا الكلام ده كله مش مظبوط يا جماعه. المديره الشاطره، المديره الشاطره ليها مقاييس مختلفه تماما. قولي نقطتك وانت ساكته، ما تعلقيش على زمايلك. مع بعض. طبعا الستات ممكن جدا تكون اشطر جدا في الاداره من الرجاله. ليه؟ لانها عندها الحاسه السادسه. يعني ايه؟ بتحس فعلا باللي قدامها بس بشكل بروفيشنال اكتر، بشكل يعني غير بقى الرضاعه والحمل والولاده والخلفه والكلام ده. لا الكلام ده مش مظبوط. ان هي ممكن تشوف اللي قدامها ان هو قد ايه تالنتد، او قد ايه ممكن يعمل حاجه كويسه، ممكن يكون هو مش في مكان قليل وهي تديله او تديله مساحه كبيره. عندك هوايه الكروشيه بعد الدور وبقيتي معاكي عشان ابيع لك كروشيه شير على الانستجرام، او نلف ورق عنب بقى. ما هي دي الكارثه. مشروع هايل. ما هي المصايب اللي بتحصل لنا. ما دي بقى الصور اللي بنشوفها يا جماعه على الفيسبوك. يعني بنتصدم في الاتفاضل. محشي ورق عنب. اتفضل. عشان كده احنا لحد دلوقتي من دول العالم الثالث، عشان الطريقه دي، التفكير ده. كملي نقطتك بس. طيب. عشان الناس تفهمها. المهم الست عندها حاسه سادسه، بتقدر تشوف اللي قدامها هو عنده ايه مش قادر يطلعه، او مش واخد فرصه ان هو يطلعه، تديله مساحه ففعلا ممكن يثبت نفسه ويوصل لحاجه كويسه جدا. بتقدر تعمل حاجات كتير مع بعض، يعني بتقدر تركز وفي نفس الوقت تبعت ايميل، تتكلم في التليفون، تدي اوردرز. ممكن جدا كمان تبقى مع كل ده انها ام شاطره جدا، متابعه اولادها في المدرسه، متابعاهم في الدروس، متابعه جوزها في الشغل بيعمل ايه. طب عمرك شفتي ام بتبعت ايميل او بتتكلم في التليفون وفي نفس الوقت ماسكه الببرونه وبترضع ابنها في العربيه وهي سايقه؟ ايه ده يعني هتمسك العيل كده والببرونه كده سايقه كده ازاي؟ طب صدقيني ولا بترضعه من هنا كده؟ دي الهبله اللي هتعمل حادثه هي وابنها هيموتوا فيها. صدقيني في ستات كتير ويعني الغلبان جوزها هيتجوز. طب انت صار معلش لا انت قلتي حاجه بقى انا من حقي اتاكد منها. اتفضل. ازاي بترضع وهي بتسوق؟ ده كتير جدا ستات بيعملوا كده. لا من هو بترضع بالببرونه ولا من الصدوره؟ لا انا بتكلم على الببرونه، انت بتتكلمي في حته ثانيه. انا مش الببرونه ده انا يعني ده انا بسهل لك الموضوع. لا الببرونه يعني في ايد كده وايد كده. اه بتمسكها صدقيني بتسندها. الست بتعرف. طب حد تاني راكب فوق بيسوق؟ فاهميني بتسوق ازاي؟ الست فعلا بتقدر تعمل كذا حاجه جنب بعض. لا بس مش اللي قلتيه ده خالص. تعالى نشوف الخطيب، ربنا يهدينا ان شاء الله ونرجع. خد يا محمود،
هلم عليكم الناس. اللهم صلي اللهم صلي. جزمتك دي ولا جزمة لينا؟ يا جزمتي؟ شتمتني. انا خسيت انا خسيت. ليه الست ممكن تكون مديرة ناجحة؟ عشان يعني هتبقى منظمة وكده يعني الراجل مش منظم. ما بتفتكري النظام هو الحل؟ اه مخها نظيفة فاهم ازاي تستقبل ايه؟ كل حاجة حلوة يعني, ما يعني مرة واحدة. عشان هي بتعرف تعمل كل حاجة. هم عندهم فعلا تفاني شويه يعني بيقعدوا يركزوا في التفاصيل والحاجات دي اكتر من الرجاله. تفاصيل قوي قوي تفاصيل قوي. عشان بتقدر الظروف مش ما بيبقاش عندها عقد نفسيه اكتر من الراجل. الرجاله معقدين. لا خالص مش بقول كده, بس مش بيبقى عندها عقد نفسيه قد ما عند الراجل. الستات مش معقدين. مش قوي يعني. لا كلنا ممكن يبقى فينا عقد يعني عادي. عشان حلو. انا بقول كده عشان حلوه يعني. هو كله بيبقى مش عايز زعلها عشان هي حلوه ويتحرج منها ان هو يقول لها لا وبتاع ويزوم فيها. بتنجح السوسايتي. مثلا ممكن تشغل الناس فاهم انت ايه, تقول له كلمه بنبره كويسه هاديه. واحنا سيد من يروح. احنا سيد من يقول في اي حاجه مع الجهاز ده. مالتي تاسكر. ايه مالتي تاسكر؟ ثواني ثواني بس اجيب جوجل يعني ايه مالتي تاسكر دي. مالتي 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 مليونير مالتي. ايوه ايوه ما علي. ايوه ست مالتي تاسكر. ايوه بعدين أيوة. بتصبر. صبوره. ايوه وبتفكر في يعني حاجات في اللي نسيها وتنسى اللي فاكرها. لا يعني بفكر في حاجات بيوند يعني مش بفكر لوجيك بس. اللقاء ده صعب قوي. بتفكر في حاجات بيوند ومش لوجيك ومالتي تاسكر. طيب لو انت تفضلي مثلا تبقى مديرتك راجل ولا ست؟ لا راجل. راجل؟ ما كانت منظمة. ما كانت ست منظمة وناجحة. لا ست. ست؟ هتتعاملي معها أسهل؟ هو على حسب البروفيشن اللي أنا بشتغل فيه, بس يعني ما عنديش معنى تكون ست. ممكن يعني تتكبر عليا وكده فاهم؟ لكن الراجل لا لا. أقف عندك هقول أنت متحرش. هقول مديري بيتحرش بيا. لا أفضل راجل. ست. يا اختي دمعتي. ست بصراحه. ست. بتبقى بحس ان الموضوع رايح في لو في تطور عشان اتجوزها. اخذ حضرتك يعني ممكن اعمل اي حاجه بتتقولي عليها. بس تموريني بس. والشركه بس لو قلبت وشها بتبقى وحشه. يا ساتر ربع. لا لا واحد لازم واحد لازم واحد لازم. لو رحت مثلا شغل ولقيت مثلا مفيش غير مديره ست هتعامل معاها الاول اشوف طريقه معاملتها ايه. لو حلوه نتكمل, لو وحشه بقى صعب. بس لا صعب جدا بقى اشوف لها واحده تشتغل معاها. شفتوا بقى حتى الرجاله اختاروا الست. يا جماعه الست في الاداره 100 100. اسمعوا كلامي انا. عشان مش عدوانيه, بتتفهم اللي قدامها قوي اكيد يعني. يعني بتاخد وتدي مع اللي قدامها. مش بلع طويل. بلع طويل وبتستحمل اللي قدامها اكتر. نشوف بقى سؤال الجمهور. ليه الست ممكن تكون احسن من الراجل كمدير؟ ليه الست تبقى احسن من الراجل كمدير؟ ده السؤال. وهنحرق اللي جاي. هي هتبقى احسن منه عشان الاسباب اللي قلناها السابقه والاسباب اللي هنقولها القادمه. بالها طويل, عندها صبر على التفاصيل, شاطره في بيتها وعايز تبقى شاطره في شغلها. مالتي تاسك. مالتي تاسك. حاجه دي طلعت هي اللي مع الخطيب اللي قالتها على فكره. والنقطه اللي هقولها بقى كمان شويه مش عايزه احرقها. يلا بينا نطلع فاصل ونرجع نكمل. ليه الست اشطر في الاداره من الراجل؟ مشاهدينا ورجعنا لكم مره تانية ولسه بنتكلم بنقول ليه الست ممكن تكون انجح في الاداره عن الراجل. الست شيك جدا, اسلوبها راقي, بالها طويل, بتستحمل اللي قدامها. لما بتيجي تنتقد حد بتنتقده باسلوب شيك, مش بتروح تقول له انت كذا وكذا وكذا فتقفله. لا مش عنيفه يعني. مش عنيفه, مش عدوانيه, بتدي مساحه للي قدامها. ممكن تاخده على جنب كده بينه وبينها, بس خلي بالك انت عملت كذا وكذا, لا لو حسنت اسلوبك في الموضوع ده هيبقى احسن كتير, هتتقدم اكتر. خاصه كمان لو هي سويه, لو الست دي سويه نفسيا هتدي, مش هتنفسن على تحتها. بالعكس اما تشوف حد ممكن ينجح, حتى لو هي واحده ست ممكن تنجح او عندها مميزه في حاجه معينه, هتساعدها هتطلعها. فهي ست شيك, اسلوبها حلو, اسلوبها
راقي لاولاد اي بدي فرص للي عايزه تطلع تطلع عين اللي خلفوها بس احنا بنتكلم عن الستات اللي هي السويه تمام. في شركات كتير جدا يعني لما تبقي انت كده لطيفه كده وابص لك رايحه جايه قدامي خيلاني كده في الشركه وانا المديره بتاعتي لو انا سويه ورايحه جايه كده لو انا سويه هحطها في مكان يناسب شكلها لا انا هحطك شكلها على طرف البلكونه وازقك انا بتكلم على السويه على فكره السويه ما الست مديره السويه لا لا في كتير في لا كتير لا ما انت اصلا ما تفضلي ماشيه ب 9 سنتي قدامي رايحه جايه كده والاقي كل الموظفين الرجاله ديري 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 هحطها في المكان المناسب ليها في الحمام هحطها لك في المكان الحمام كويس لا على فكره مش في الحمام مثلا لا جنب الحمام في الاتش ار في البي ار لا في في البدروم ايه اي حاجه فيها ار اه في حاجه فيها ار فاهم اي حاجه فيها ان هي تتعامل مع ناس وكده هيبقى مناسب ليها عارفه لما تخش من موقف السيارات على البدروم ما تعديش في الاسانسير ليه عشان الموظفين ما يشوفوكيش حبيبه قلبي انا بتكلم على الست السويه عايزه تطلعي الدور الاول المديره السويه لمي شعرك المديره السويه لمي لحمك وسعي البنطلون حفافي ما تلبسيش 9 سم تمشيلي حفافي بتكلم يعني ما سمعت تيكي 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 لا قالك لابسه على الارض انا بقى شايفه ان كل واحد ممكن يبقى قوي لو ست بمميزاتها وعيوبها وراجل بمميزاته وعيوبه مش معنى ان احنا بنقول الست يبقى لا الراجل ممكن برضو يبقى حنين على الموظفين يتعامل معهم كأب وكصاحب ممكن يحتويهم نفس اللي بتعمله الست بس بطريقته مش شرط اللي هي الوليمة اللي بتتعامل تلم بيها موظفينها لا هو في طريقة تانية يقرب للموظفين وممكن يبقى مدير ناجح جدا في شغله وفي بيته ولو ست وفيها برضو حتة انها جامدة جدا ومش يعني الموظفين مش بيفلتوا من تحت ايديها ومش حنينة قوي لدرجة العبط ان هي تضيع وقتها في الحنية وتسيب الشغل تبقى ادارجية صح تعرف تحتويهم صح تعرف تشغلهم بالطبطبة والحنية فلو تملك دي يبقى هي ناجحة في بيتها تبقى احنا ايه ممكن تحفزهم زي ما بحفز ولادي في البيت ذاكر عشان اجيب لك عجلة ممكن اجتهد في شغلك عشان ارقيك في مش كل مدير يبقى لابس وش كده لا في مدير بالطبطبه والكلمه الحلوه وامتى يضحك ويهزر وامتى يكشر ويدوس قوي ويبين انيابه لان مش كل البني ادمين ومش كل الموظفين اللي بتستوعب طيبة المدير بتاعها ايوه ممكن تطبطب ولما تعوز تعاقب تعاقب عملي اه لان في ناس بتستغل من غير ما تهزق ولا تعمل اي حاجه تعاقب عملي خالص يعني انا لو صاحبه شغل وبدلع اللي معايا ممكن يركبني لا بس تعالى بقى الوش التاني اه فيشوف بقى الوش التاني انتصار بتقاطع اميره لان اميره مش ناسيه انها مذيعه وترابيزه المنافسينات لها يعني طريقه كده في اداره الحوار مع الضيف حتى لما بنقطع بعض نبقى عارفين نقطع بعض ازاي ونرجع ازاي ونلم الهزار ازاي ونبقى جد ازاي في ناس بتقدر دلع بيقول لك وفي ناس اذا كرمت الكريمه ملكته واذا كرمت اللئيمه تمرده اتمرد تعالى اوريك بقى الوش التاني هي المساله عايزه بس ايه يعني تبقى حنكه يعني اذا كانت ست او راجل طيب برضو الست بتبقى شاطره في الاداره عشان بتلعب الدور اللي بتلعبه في البيت الدور بتاع ماما طبعا انت عارف ماما يعني ماما هو الزرار بتاع القميص اللي اتنتش مني اول امبارح من اسبوع فين ابدا يا حبيبي الزرار جري راح تحت درفه الدولاب الشمال الدولاب بتاع ماما لا الدولاب اللي في اوضه ابوك يا ماما الدرفه الشمال لا يا حبيبي الشمال من ناحيه ايدك الشمال وانت داخل على ايدك اليمين وانت داخل ناحيه الشياله يمد ايده فعلا وهو مغمض يطلع الزرار اللي جري في الشقه فماما عارفة ايه تفاصيل التفاصيل هتلاقيها برضو في الشركة وهي مديرة نفس الحكاية مدام نبيها نعم لو سمحتي الملف الازرق بتاع العميل بتاع سنة 88 للضرائب المحدودة على الزاوية الحدية لا ده اول 88 عايزين اخر 88 طيب مدام لو سمحتي المنظور على دوت من ناحية الشركات الاستثمارية فين للزاوية الحادة طيب ممكن تبعتي لي الباقي كله 88 ميل؟ انا هستقيل. طيب ليه بيقولوا انه في البدروم طالما جنبك هنا؟ ليه عمالين خويا يدور في البدروم تحته الارشيف؟ هم يقولوا براحتهم المهم هو فين. الله عليكي الله عليكي. كل احنا قلناه ده ما بيخليش الست درجيه حقيقي ناجحه جدا على مستوى العالم حتى بره في اوروبا حتى في امريكا حتى في اي حته النسبه قليله جدا يعني في ستات لامعه جدا عالميا بس لو قارناهم بالرجاله هنلاقيهم اقل كتير 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 لان الست في الاخر ست
طموحها وأملها وغريزتها بتخليها تبقى عايزة تبقى أم وزوجة وتتحمل مسؤولية وعندها بيت مشاغل وعيلة. تانية الست، لكن هو ما عندوش حاجة غير الشغل بس. هو ما عندوش حاجة غير الشغل، فلو ما نجحش فيه يبقى متخلف قوي بقى. بالظبط كده. فهي ما تقدرش تقطع نفسها بالمليون حاجة، مش عشان هي بس ما تقدرش، نفسيا وعاطفيا لو ابنها تعبان، لو جوزها عيان، لو مامتها في المستشفى، بتجنح بقى انها تروح الحتة دي. تركيبتها الإنسانية كده غصب عنها، بلس ان هرموناتها ربنا خلقنا ودي حاجة حقيقية وفيهاش كسوف، ان الست عندها تغيرات هرمونية مستمرة بتخليها في بعض الاحيان بتتصرف تصرفات مش متوقعة ومش مبررة حقيقي، وده ما ينفعش في عالم الادارة. لهذه الاسباب كلها للأسف الست الحقيقي عالميا مش واخدة فرصتها عشان تبقى إدارجية ناجحة، مع ان عندها بوتنشلز قوية جدا 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 جدا. انت كملتي لما بتاخد فرصة، لما بتاخد فرصة بتثبت نفسها. قولي انت بقى اللي انت هتقولي، قولي قطتك انت. نبع من نفس بكمالة اللي انت بتقوليه، اللي هي مش معناها عددهم قليل كستات ناجحة، مش معناها ان هي اقل، لا معناها ان هي عندها إدارة تانية اهم تنجح فيها. طبعا. فانا قصدي ان المهام دي ساعات بتستهلك من نجاح المرأة، لكن الراجل بيبقى مكمل في مشواره العملي، فعشان كده هو بيتسلق ويطلع ويركز اكتر. هي يعني برضو عندها حاجات تانية بتاخدها، يعني بتاخدها بس بتاخد فيتامين، بس ممكن توصل، يعني ممكن توصل برضو. بس هو ده اللي مخلي ده بيعلى هنا عن هنا. الرسم البياني باين. هو المانيكين لونه هنا هنا الذكر، هنا الانثى. مين هيقدم علاء يا جماعه؟ طب تعالوا نشوف علاء ونرجع على طول. موضوع حلقتنا بنقول العنوان بتاعنا ليه الستات ممكن تبقى مديره ناجحه، او هي اوريدي مديره ناجحه. مديره ناجحه تمام. انت شايف ان الست ينفع تبقى مديره ناجحه؟ لو هنتكلم بشكل علمي ينفع تبقى مديره ناجحه علمي. لكن عملي وعندنا في مصر لا. فكره دايما يا احمد بتبقى فيه غيره ما بين الست، بين الست والراجل. طبعا في الموضوع ده، او الست والست طبعا ما يتقوش ان انت تديني اوردر ليه انت. احمد بقى ايه؟ ايوه مديرة واحدة ست. هيعملها ازاي بقى؟ هيعمل المديرة دي ازاي عشان يعرف يتعايش في الشغل؟ لا بص، يعني لو مديرتي ست انا لازم ادلعها. حبيبي حبيبي ده اساسي، ده لازم تدلع المديرة طبعا، هتدخل لها على الايه على المكتب وتنزل لها حتة من القصة بقى، مش عارف جو الثمانينات ده بالظبط كده. كلها وحشتيني. انت مقتنع ان هي ناجحة بعيد بقى عن علميا، تعال بص عمليا بقى. لا لا، في ستات بجد، نتكلم بجد شويه. لا ناجحين ناجحين، ينفع يليدوا وينفع يبقى تحتهم ناس وينفع وينفع وينفع، بس وفي ستات بقى في الجلاش خالص، بلاله خالص. انت مفيش موقف بقى حصل بينك وبين مديرتك في الشغل او حاجه، او واحد صاحبك مثلا بيشتغل عنده مديرته فوقيه في موقف كوميدي كده؟ بص، هو في مره كانت مديره في حاجه كده لازم تمشي وما تمشيش في سيستم. طبعا في سيستم، طب عشان خاطري. طب والنبي. طب مش عارف ايه، وتملها يمين وشمال. بس انا بقى ضعيف. ايوه فاش تبقى مدير ست. صح. لازم يبقى راجل كده تتعرف تتعامل معاه. صح. حصلت مشكله تخش نضرب بقى شتيمه بقى مش عارف ايه، تعرف. ايوه بالظبط. لكن تيجي الست دي ما تعرفش تقول لها اي حاجه. في نهاية الفقرة والمناقشة يعني السخنة جدا جدا بينا مع اختلاف آرائنا، أنا شايفة أنه زي ما أميرة بتقول الست عندها إمكانيات كتير، وزي ما انتصار بتقول، وزي ما بدرية بتقول أن الست عندها إمكانيات كتير، عندها قدرات كتير، عندها قوة تحمل رهيبة، تقدر تطلع أجيال. يعني هي بتقدر لي راجل، فدي اكبر حاجه او اصعب حاجه اي حاجه او اي حد ممكن يعملها. صح. انت بتديري بيت، بتديري مؤسسه صغيره ومسؤوله عن اطفال بيبقوا مش فاهمين حاجه لغايه ما يبقوا رجاله مسؤولين، وهم بيبقوا درجيه ناجحين وشاطرين. يبقى انت ما ينفعش تبقي درجيه، لا ينفع وينفع وينفع، لانك بتطلعي جيل محترم من ناس محترمه وناجحه، بس ظروف الحياه، ضغوطات الحياه، غريزتك اللي بتخليكي تبقي عايزه ام، تبقي ام، بيتك اللي محتاجك، كل الحاجات دي بتخليكي يمكن ما عندكيش الفرصه في يوم من الايام ان انت تكوني ادارجيه، لكن لما بتوفر لها الظروف المحيطه المساعده بتنجح وبتلمع جدا، واحنا شفنا امثال كتير جدا في العالم. فعزيزي الرجل ما تزعلش، هي مش منافسه بينك وبين الست، احنا ما اتخلقناش عشان ننافس بعض، احنا اتخلقنا عشان نكمل بعض. نطلع فاصل نرجع نكمل بعض الفاصل، استنونا.